قسم ندفع من حوالي تعاملات النظام على قرية الزكاة، على قرية تل الصياد بريف حماة الشمالي، والدخان تصاعد 13/3/2019. قصف صاروخي من حوالي تعاملات النظام على الأرض الزراعية لقرية الصياد بريف حماة الشمالي، والدخان تصاعد 13/3/2019. قصف صاروخي من حوالي تعاملات النظام على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي، والدخان تصاعد 13/3/2019.